التحية تأتيكم مشاهدين من نشرة الأخبار من الإمارات. وفي أبرز العناوين: رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس نيبال بضحايا حادث تحطم الطائرة. ولي عهد الفجيرة يزور المخيم الصيفي بمركز الفجيرة الإبداعي ويطلع على برامجه. ولي عهد عجمان يستقبل سفير مملكة الدنمارك. الإمارات تؤكد على تضافر الجهود لإنهاء المعاناة في غزة. وفي نشرتنا أيضاً، الإمارات ترحب بإعلان المبعوث الأممي الخاص عن الاتفاق في اليمن بشأن البنوك والخطوط الجوية. أهلاً بكم وإلى التفاصيل. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة رام تشاندرا بوديل رئيس نيبال بضحايا حادث تحطم الطائرة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي رعاه الله واسمه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية ممثلتين إلى فخامة رئيس رام تشاندرا بوديل. زار سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله المخيم الصيفي للعام 2024 الذي تنظمه وزارة الثقافة في مركز الفجيرة الإبداعي. زار سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله المخيم الصيفي للعام 2024 الذي تنظمه وزارة الثقافة في مركز الفجيرة الإبداعي. واطلع سموه خلال الزيارة بحضور الدكتورة منى السويدي مستشار برامج ومشاريع في الوزارة وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية على الأقسام المشاركة في المخيم الذي ينظم خلال شهر يوليو الجاري، والورش التفاعلية والبرامج الثقافية والفنية وأجنحة الحرفيات والأشغال التراثية التي يشارك فيها 530 من مجموع فئات المجتمع من مختلف مناطق إمارة الفجيرة. وأشاد سموه بالمشاريع النوعية التي تنظمها وزارة الثقافة وتستهدف مختلف فئات المجتمع، مثمنا جهود مركز الفجيرة الإبداعي في استقطاب المشاركين بهدف توسيع مداركهم وتسليحهم بالمهارات المتقدمة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية والموروث الثقافي لدولة الإمارات لدى منتسبي المخيم. ويقدم برنامج المخيم الصيفي ورش عمل يبلغ عددها 250 ورشة حرفية تعليمية وفنية، بالإضافة إلى ورش مرتبطة بمواضيع الاستدامة لتوعية المنتسبين بأهمية المحافظة على البيئة وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في العمل الجماعي من خلال النشاطات الإبداعية والتعليمية المتنوعة. رافق سموه خلال الزيارة سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وسعادة عائشة الضنحاني عضو المجلس الوطني الاتحادي ووداد الحمودي مدير مركز الفجيرة الإبداعي. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل النشرة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. يجسد المخيم الصيفي الذي اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة حفظه الله على برامجه في مركز الفجيرة الإبداعي التزام وزارة الثقافة بتوفير بيئة محفزة ومشجعة لجميع أفراد المجتمع. اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله على الورش والبرامج المصاحبة للمخيم الصيفي لعام 2024 الذي ينظمه المركز الثقافي الإبداعي
التابع لوزارة الثقافة، الذي انطلق من الأول إلى 31 من يوليو، الذي يهدف إلى استثمار طاقات جميع أفراد المجتمع وبناء قدراتهم وتوسيع مداركهم وإطلاعهم على كل ما هو جديد في ميدان المعرفة وتعزيز هويتهم وثقافتهم ليكونوا قادرين على بناء مستقبل دولة الإمارات. متواجدين اليوم في المركز الإبداعي بالفجيرة، لاحظنا هنا الأنشطة بجميع أنواعها، ظهر إبداع الطلب بمراكز صيفية، لأن المراكز الصيفية طبعا مثل ما نعرف جميعا أهمية كبرى، تسقل مواهب الطالب، تطلع أفكارهم مواهبهم متنفس للجميع في الفترة الصيفية. أيضا لاحظنا خلال تواجدنا الأسر المنتجة اللي هو غرز، وجدنا الحرفيات، وهذا يطبع لنا الهوية الوطنية وتمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا الإماراتية. دائما دولة الإمارات تسعى لإثبات هويتها الوطنية من خلال هذه المراكز الصيفية، ومن خلال إبراز الحرف اليدوية مع أمهاتنا وجداتنا. ويجسد المخيم التزام الوزارة بتوفير بيئة محفزة ومشجعة لجميع أفراد المجتمع من عمر 6 سنوات وصولا إلى أكبر المواطنين ممن تجاوزت أعمارهم 60، وتسهم في تعزيز مهاراتهم وقدراتهم الشخصية عبر توفير مجموعة متكاملة من الأنشطة التنموية ضمن برنامج يقدم نحو 215 فعالية تشتمل على ورش العمل التفاعلية والدورات التدريبية التخصصية ومجموعة من اللقاءات والجولات بالشراكة مع العديد من الجهات المتخصصة والجمعيات الثقافية والجهات الحكومية في الدولة. استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بمكتبه في الديوان الأميري اليوم سعادة أندريس بيورن هانسن سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سمو ولي عهد عجمان بسعادة السفير وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وتبادل معه الأحاديث الودية التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات وسبل توطيدها لما فيها مصلحة الشعبين الصديقين. وأعرب السفير الدنماركي عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدا بمكانة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وبما تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية في مختلف الميادين. أشاد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة بالدولة، وأكد سموه أن هذا الدعم يوفر كل الرعاية والاهتمام للرياضيين من مختلف الألعاب بهدف تعزيز مكانة الدولة على خارطة الرياضة العالمية ومواصلة مسيرة النجاح والإنجازات الرياضية في كافة المحافل الرياضية لا سيما في المنافسات والبطولات الأولمبية. جاء ذلك بمناسبة مشاركة وفد الإمارات في فعاليات النسخة 33 من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث وجه سموه مسؤولي الوفد الرياضي للدولة في باريس 2024 بتوفير جميع المقومات والإمكانات وتسخيرها أمام الرياضيين والعمل على دعمهم طوال فترة المنافسات للظهور بأفضل صورة ممكنة والسعي مجدداً نحو تحقيق الحلم الأولمبي. معربا سموه عن امتنانه لحرص جميع مؤسسات الدولة الرياضية والعامة على دعم وفدنا الرياضي المشارك في أولمبياد باريس 2024. أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولية أن دولة الإمارات ترى أن إحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ينطلق من حل مستدام وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومسار سياسي يقود إلى تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وأمن مع دولة إسرائيل. وقالت معاليها إن دولة الإمارات تواصل في إطار التزامها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي ظل توجيهات قيادتها الرشيدة توفير المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة للقطاع، ولن تدخر جهداً في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين وتقديم المبادرات لغوثهم سواء براً أو بحراً أو جواً، مشيرة إلى أن الدولة نقلت خلال الأشهر 10 الماضية أكثر من 38 طناً
من الإمدادات العاجلة إلى القطاع عبر 8 بواخر. أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قرار الكنيست الإسرائيلية تصنيف وكالة الأمم لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا نظمة إرهابية، واصفا القرار بأنه ضرب من العبث والإفلاس السياسي ويمثل إهانة للعمل الإنساني والحقوقي على الصعيد الدولي. رحبت دولة الإمارات ببيان المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة لليمن السيد هانس جرونبيرغ بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول الخطوط الجوية والقطاع المصرفي. واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها الاتفاق خطوة إيجابية في طريق الحل السياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والنماء والاستقرار. وأثرت الوزارة على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة. كما شددت التأكيد على أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال الاستقرار في اليمن وعلى وقوفها إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار. رحبت وزارة الخارجية بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سعادة الدكتور محمد الحسان من سلطنة عمان الشقيقة ممثلا خاصا له في جمهورية العراق ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي. وهنأت وزارة الخارجية سلطنة عمان على هذا التعيين معربة عن دعمها الكامل لمهمة سعادة الحسان وثقتها في نجاح جهوده في المنصب الجديد بما يدعم الأمن والاستقرار في جمهورية العراق الشقيقة والمنطقة بأكملها. أهابت سفارة دولة الإمارات في أوتاوا مواطني الدولة المتواجدين في كندا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الحرائق الموسمية في الغابات القريبة من المناطق الشمالية. وأكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات طوارئ على أرقامها. ويذكر أن ضربت موجة حر كندا الأسبوع الماضي ما أدى إلى تفاقم ظروف الجفاف مع اندلاع العديد من حرائق الغابات. بتوجيه ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية دشنت الهيئة منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي لإمارة أبوظبي. منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي لإمارة أبوظبي دشنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتوجيه ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. تعد هذه المنصة أداة استراتيجية لدعم اتخاذ القرار بشأن قضايا الأمن الغذائي والزراعة في إمارة أبوظبي، وتعتبر بوابة إلكترونية توفر معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف جوانب القطاع الزراعي والغذائي في إمارة أبوظبي بدءا من الإنتاج الزراعي وصولا إلى التوزيع والاستهلاك. تتيح المنصة إمكانية تحليل البيانات المحدثة واستخلاص تقارير تساعد صناع السياسات على اتخاذ قرارات تسهم في تحسين كفاءة وفعالية السياسات والبرامج المتعلقة بالأمن الغذائي وتطوير منظومة غذاء مستدامة ومرنة ومتكاملة تلبي احتياجات الإمارة وتعزز الاستجابة السريعة لاحتواء أي تهديدات أو مخاطر قد تواجه الأمن الغذائي والحيوي في إمارة أبوظبي والدولة. تستهدف المنصة دعم تحقيق أولويات الهيئة الرامية إلى ضمان وفرة وسلامة الغذاء وتمكين التنمية الزراعية المستدامة في الإمارة عبر تطوير ومراقبة منظومة غذاء مستدامة ومرنة ومتكاملة مدعومة بمنظومة استجابة سريعة لاحتواء تهديدات ومخاطر الأمن الغذائي والحيوي بفعالية وبما يخدم تعزيز تنافسية المنتج المحلي. أكد طيب الهاشمي الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية تحقيق حقل نصر البحرية الذي يعد مستقبل العمليات البحرية نجاحاً كبيراً في ترسيخ تقنيات الذكاء الصناعي. تشهد أدنوك نقلة نوعية على امتداد أعمالها لتصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً في العالم، وهو ما أكدته طيب الهاشمي الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية عبر استخدام تقنيات الذكاء المختص
روبوويلا الاصطناعية من خلال نظام بتشغيل الآبار عن بعد بشكل آلي بعد أن تم تطبيقه تجريبياً على 10 آبار مبدئياً هذا العام. عبر الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات، نقوم بإدارة عمليات حقل نصر من غرفة التحكم المتواجدة هنا في إمارة أبوظبي. يوظف هذا الحقل التقنيات الرقمية في كافة عملياته، وهذا الشيء يمكننا من تعزيز معايير السلامة، من رفع الكفاءة وضمان استدامة الأعمال. قمنا بتطبيق نظام روبوويل في حقل نصر بالشراكة مع شركة AIQ. شركة AIQ شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، مقرها هنا في إمارة أبوظبي. هذا النظام يتيح تشغيل الآبار بشكل آلي، وكذلك يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية بما يصل إلى 5%. نجحنا في تحقيقه في 10 آبار، والخطة إن شاء الله أن احنا نزيد هذا التطبيق لأكثر عن 300 بير في هذه السنة. وسيستفيد حقل نصر من أكبر شبكة لاسلكية خاصة من الجيل 5 في قطاع الطاقة، والتي يجري العمل على بنائها بالتعاون بين أدنوك وإيأند، والتي من المقرر الانتهاء منها في عام 2025 لتعزيز تطبيق المزيد من الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي. النشرة مستمرة بعد هذا الفاصل. الإمارات الثانية عالميا في سرعة خدمات الإنترنت الثابت والمتحرك. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالميا في سرعة خدمات الإنترنت الثابت والمتحرك وفق بيانات بنهاية النصف الأول من العام 2024. تبوأت الإمارات المرتبة الثانية عالميا في سرعة خدمات سبيد تيست الإنترنت الثابت والمتحرك وفق بيانات مؤشر بنهاية النصف الأول من عام 2024، وطبقاً للمؤشر المتخصص في قياس سرعات خدمات الإنترنت عالمياً، تقدمت خدمات الإنترنت الثابت 5 مراتب خلال الشهور 6 عن ترتيبها 7 عالمياً نهاية عام 2023. ويعزز مشغلو السوق المحلي خطواتهم النشطة نحو تطوير البنية التحتية لشبكات الخدمات الثابتة لتوفير خدمات تنافسية عالمية للمشتركين، حيث حافظ السوق على تصدره عربياً وإقليمياً في شبكة الإنترنت الثابت بسرعات تتجاوز 283 ميجابت في الثانية ضمن لائحة تصدرتها سنغافورة. وواصل السوق المحلي تخطي سرعات الإنترنت الثابت في دول ذات بنية تحتية فعالة كهونغ كونغ وتشيلي وأمريكا وأيسلندا. وأوضحت البيانات أن شبكات المشغلين المحليين حافظت على تصنيفها المتقدم في خدمات الإنترنت المتحرك التي تتبوأه منذ العام الماضي بمتوسط سرعة بلغ بنهاية يونيو الماضي 323.6 ميجابت في الثانية. ودلت السرعات على شبكات اتصالات ودو على فارق واضح في الجودة والسرعة مقارنة بالسرعات في كثير من وجهات الأعمال النشطة في جودة الاتصالات. رجال أعمال ومسؤولو بنوك وشركات عالمية يؤكدون أن اقتصاد دبي الأعلى طموحاً وتنافسية في العالم. أكد رجال أعمال ومسؤولو بنوك عالمية وشركات عقارية ولوجستية كبرى أن اقتصاد دبي يعد الأعلى طموحاً وتنافسية عالمياً، حيث يعكس النمو الاقتصادي الذي حققته الإمارة في الربع الأول من العام الجاري ديناميكية واستدامة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية. كما تمكنت دبي من تسجيل أداء قوي في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة والاستثمار. وهذا النمو لم يكن محض صدفة، بل هو نتيجة رؤية القيادة الرشيدة التي كانت وراء هذه النجاحات، إضافة إلى الجهود المتواصلة والاستراتيجيات المدروسة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال. وأشاروا إلى أن اقتصاد دبي يعتبر واحداً من أكثر اقتصادات العالم طموحاً وتنافسية،
حيث نجح في التغلب على كافة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والتعامل بتوازن ومرونة مع كافة الظروف، إلى جانب قدرته على استغلال كافة الإمكانات المتاحة لديه لتحقيق النمو المستمر والمستدام. حيث يمثل النمو الاستثنائي الذي شهده الناتج المحلي لإمارة دبي خلال الفترة الماضية شهادة قوية على نجاح منظومة دبي الاقتصادية وفعالية استراتيجياتها الطموحة. ويؤكد هذا الأداء المتميز على المكانة الريادية التي تحتلها دبي كوجهة مثالية للاستثمارات والأعمال في مختلف القطاعات وجاذبية هائلة للمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، مؤكدين سعيهم المستمر لدفع العجلة الاقتصادية للإمارة والانتقال بنموها إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، ودعم رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي عاصمة للاقتصاد العالمي. آخر أخبار المال والأعمال مشاهدينا نتابعها سويا كريم مع زميلة نداء عربيات. بكل تأكيد سارة وأعزائي المشاهدين، مباشرة إلى نداء وآخر أخبار المال والأعمال. سارة وكريم أهلا بكم، آخر المستجدات الاقتصادية نتابعها معا خلال الفقرة. إليك نداء. أهلا بكم. نظم مصرف الإمارات المركزي ورشة عمل للمنشأة المالية المرخصة العاملة في الدولة لمناقشة الحلول والمبادرة المطروحة لتصفير البيروقراطية في القطاع المالي، بمشاركة ممثلي مكتب رئاسة مجلس الوزراء واتحاد مصارف الإمارات وأكثر من 300 مسؤول من البنوك وشركات التمويل والصرافة والتأمين. وتأتي هذه الورشة تنفيذا لتوجهات حكومة الإمارات بتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وفي إطار التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات وفي القطاع المالي أيضاً، وتعزيز الكفاءة وتقديم خدمات مؤسسية رائدة بمعايير عالية. وحرص المصرف المركزي على إشراك المنشآت المالية المرخصة العاملة في الدولة في جلسات عصف ذهني لتصفير البيروقراطية وتقليص الإجراءات على مستوى خدمات المصرف المركزي للمنشآت المالية المرخصة والخدمات التي تقدمها هذه المنشآت للمستهلكين من المؤسسات والأفراد، والتي أسفرت عن تقديم أكثر من 50 اقتراحاً ومبادرة، وأسهمت في إلغاء وتقليص الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية والتأمينية بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالتراخيص وغيرها من الخدمات بكفاءة عالية وفترة زمنية وجيزة، مما سينعكس إيجاباً على رحلة المتعاملين والمستهلكين في القطاع المالي. حققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المالية مكاسبا بنحو 12 مليار درهم، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية إلى 3.53 تريليون درهم، فيما بلغت السيولة الإجمالية التي تدفقت للسوقين نحو 1.38 مليار مليون درهم، فيما تظهر البيانات الإحصائية التي توفرها أسواق الأسهم المحلية أن المستثمرين الأجانب ضخوا سيولة جديدة قدرها 40 مليون درهم صافي الشراء في سوقي أبوظبي ودبي خلال الجلسة. وشهد سوق العاصمة أبوظبي إبرام 16.4 ألف صفقة خلال جلسة تداولات الأمس، وتم من خلالها تداول 242 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1 مليار درهم، وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 34 شركة مقابل انخفاض أسعار 33 شركة واستقرار أسعار 46 شركة مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها أول أمس. وإلى خبرنا الثالث، حيث نجحت غرفة دبي العالمية إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي في استقطاب 86 شركة متنوعة ما بين متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة ب 56 شركة تم استقطابها خلال نفس الفترة من عام 2023، أي بنمو 54% في عدد الشركات التي نجحت باستقطابها، ما يجسد المكانة التي تتمتع بها دبي عالميا كوجهة استثمارية رائدة.
وذكر بيان صحفي صادر اليوم أن قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي شملت 24 شركة متعددة الجنسيات مقارنة بثمانية شركات تم استقطابها في ذات الفترة من العام الماضي بنمو 200%، بالإضافة إلى 62 شركة صغيرة ومتوسطة بنمو 29%، وذلك مقارنة ب 48 شركة في نفس الفترة من عام 2023. إلى أسعار الذهب التي تراجعت بنحو 1% اليوم الخميس وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح قبل بيانات اقتصادية أمريكية قد توفر المزيد من المؤشرات بشأن موعد ومقدار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أي البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا العام. وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 9% إلى 2377 دولارا و29 سنتا للأونصة، وذلك بحلول الساعة 2:17 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.6% إلى 2376 دولارا و7 سنتات. وأما أسعار العيارات الشعبية في الدولة لتاريخ اليوم فجاءت كالتالي: جاء سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 287 درهم إماراتي و75 فلس، وأما عيار 22 فإلى 266 درهما ونصف درهم، وعيار 21 فإلى 258 درهما فقط. وأما أسعار النفط لليوم الخميس هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 38 سنتا أو ما نسبته 0.5% ليتم تداولها عند 81 دولارا و33 سنتا للبرميل، وبحلول وذلك بحلول الساعة 1:29 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو ما نسبته 0.4% ليتم تداوله قرب 77 دولارا و26 سنتا للبرميل. وارتفعت أيضا أسعار النفط أمس الأربعاء بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، وانخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 5.6 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 400 ألف برميل. ومع هذا الخبر مشاهدينا نختتم الأخبار الاقتصادية لليلة ونعود إليكما سارة وكريم. شكرا لك نداء على كل هذه الأخبار. ومشاهدين، أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اتفاقية تعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بهدف تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين على مستوى تنفيذ وتطوير البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية المشمولة بقوانين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق المشاريع التحولية التي تستعد الهيئة للإعلان عن إطلاقها خلال النصف الثاني من العام الجاري بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين. وقالت الهيئة العامة للمعاشات إنه بموجب الاتفاقية ستعمل الأكاديمية على رفض الفئات التي تستهدفها الهيئة بقواعد عملية للتخطيط المالي الاستباقي وتزويدها بقواعد وأصول الاستثمار الأمثل وإدارة الأموال والثروات. آخر التطورات التكنولوجية مشاهدينا نتابعها سويا مع الزميل كريم الشيباني. شكرا لك سارة. مباشرة إلى التكنولوجيا مشاهدينا. أعلنت المدينة المستدامة في دبي أول مجتمع مستدام بالكامل في المنطقة وبالتعاون مع مختبرات دبي للمستقبل وشركة لايف جلوبال التكنولوجية عن إطلاق ثلاث روبوتات ذاتية القيادة لتوصيل المنتجات من المطاعم والمحلات التجارية للمقيمين في المنطقة، وذلك ضمن مبادرات المختبر الحي في المدينة المستدامة التي تعمل على اختبار أحدث الابتكارات التي تسهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة حياة السكان. وتم تطوير هذه الروبوتات في مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة، وتتميز بقدرتها على تعزيز كفاءة عمليات النقل والتقليل من التكاليف والوقت المطلوب للتوصيل والحد
من الانبعاثات الضارة الناجمة عن العمليات التقليدية. حصلت شريحة بلاتينام نانو رود على ثاني موافقة من نوعها من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ليجري اختبارها سريرياً على مرضى ذوي حالات استعصى علاجها بكل الطرق الطبية التقليدية. ويمكن لشريحة بلاتينام نانو رود زرعها في الدماغ والعمود الفقري، فيما زرعت شريحة تيليباثي في دماغ مريض واحد، وتمت الموافقة على زراعتها لمريض ثان، وجرت زراعة شريحة بلاتينام نانو رود في أدمغة 27 مريضا وفي العمود الفقري لستة مرضى آخرين حتى الآن. هوت أرباح شركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية 42% في الربع الثاني من العام الحالي إلى 1.8 مليار دولار من 3.15 مليارات دولار في الربع المناظر من العام 2023. وزادت إيرادات تيسلا 2% إلى 25.5 مليار دولار في الربع الثاني من 24.92 مليار دولار في الربع المقابل من العام الفائت، في حين رجح السوق تحقيق 27.77 مليار دولار في الربع الثاني من السنة الحالية. وانخفضت مبيعات السيارات 7% إلى 19.9 مليار دولار من 21 إلى 27 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي. تعمل شركة أبل على تطوير مجموعة مزايا جديدة تهدف لتعزيز قدرات الإصدارات الجديدة من هواتف آيفون خلال العامين المقبلين. وذكرت تقارير نشرها موقع ذا انفورميشن أن أبل ستضيف مكونا جديدا للإصدار المرتقب من هواتفها هذا العام آيفون 16، يتمثل في رقاقة جرافيت بحجم أكبر داخل هيكل الهواتف، ما سيعالج مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء إنجاز المهام الشاقة في معالجة البيانات كتشغيل فيديوهات بدقة فائقة أو معالجة رسومات عالية التعقيد والتطور. ختام التكنولوجيا، عودة إليك سارة. شكرا لك كريم، ومشاهدينا تتابعونا بعد الفاصل. بوتين يجتمع مع بشار الأسد في موسكو. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وفي الشأن الدولي، ذكرت الخدمة الصحفية التابعة لرئيس روسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أنه اجتمع مع نظيره السوري بشار الأسد في الكرملين، وبحث الجانبان تطورات الوضع في المنطقة ككل والتي قد تؤثر على سوريا. وذكر الكرملين أن الاجتماع عقد أمس الأربعاء. أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها دعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى محادثات سلام خلال أغسطس المقبل في سويسرا بهدف إنهاء النزاع في السودان. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان أن واشنطن دعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات بشأن وقف إطلاق النار بواسطة الولايات المتحدة تبدأ في 14 من أغسطس في سويسرا. وأوضح بلينكن أن المحادثات تهدف إلى وقف العنف في جميع أنحاء البلاد والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها، ووضع آلية مراقبة وتحقق قوية من أجل ضمان تنفيذ أي اتفاق، مشيرا إلى أن المحادثات إن عقدت فلن تعالج قضايا سياسية أوسع نطاقا. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه انسحب من السباق الانتخابي أمام الجمهورية دونالد ترامب بسبب مخاوفه بشأن مستقبل البلاد، وذلك في أول تصريحات علنية منذ إعلانه المفاجأة التخلي عن مسعاه لإعادة انتخابه لولاية ثانية. وفي كلمة من المكتب البيضاوي قال بايدن: أقدر هذا المكتب لكن حبي لبلدي أكبر. وأضاف: لقد قررت أن أفضل طريقة للمضي قدما هي تمرير الشعلة لجيل جديد، هذه هي الطريقة الأفضل لتوحيد أمتنا.
وقال إنه انسحب من السباق للمساعدة في تطميد جراح الحزب الديمقراطي وتوحيد الديمقراطيين على هدف الفوز. تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لنشر وسائل تشويش تستهدف الأقمار الصناعية الروسية والصينية. عاد ملف تسليح الفضاء الخارجي إلى واجهة الأحداث مجدداً بفعل التعاون الروسي الصيني، وهو ما انعكس صداه على الاستراتيجية الأمريكية العسكرية على نحو يدفع الحلف الروسي الصيني للجوء إلى إجراءات احترازية، ومنها نشر أسلحة مضادة في المواجهة الفضائية. فالولايات المتحدة تخطط لنشر وسائل تشويش تستهدف الأقمار الصناعية الروسية والصينية لحرمان الدولتين من القدرة على استخدام أنظمة القيادة والسيطرة ووسائل التحكم والاتصالات والاستخبارات خلال أي صراع مستقبلي. روسيا من جهتها رأت أن التقنيات الأمريكية تمثل أسلحة هجومية ولا ترتبط بالوسائل الدفاعية على الإطلاق وفق ما ذكرته وكالة سبوتنيك. وكانت موسكو نفت في نوفمبر الماضي تقريراً استخباراتياً أمريكياً يتهمها بالسعي لتطوير سلاح نووي لاستخدامه ضد الأقمار الاصطناعية. وبحسب استراتيجية القطب الشمالي المحدثة التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تراقب التفاعل المتزايد بين روسيا والصين في القطب الشمالي وتشعر بالقلق إزاءه. وجاء في بيان البنتاغون أن التغيرات الجيوسياسية الكبرى بما فيها الصراع الأوكراني وانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو وزيادة التعاون بين جمهورية الصين الشعبية وروسيا. تحطم طائرة ساويريا في النيبال ومقتل 18 شخصاً. لقي 18 شخصاً مصرعهم بعد تحطم طائرة صغيرة على متنها 19 شخصاً على الأقل أثناء إقلاعها من العاصمة النيبالية كاتماندو يوم أمس الأربعاء وفقاً لهيئة الطيران المدني النيبالية. وقالت هيئة الطيران المدني في بيان إن شخصاً واحداً نجا من حادث تحطم طائرة شركة طيران ساوريا، وقالت الشرطة إن جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وعددهم 19 هم موظفون بالشركة. وأظهرت صور دخاناً كثيفاً يتصاعد من الطائرة المحترقة على مدرج المطار. وقال مسؤول المعلومات في مطار تريهيبوفان الدولي جانيندرا بول إن الطائرة تحطمت أثناء إقلاعها من كاتماندو إلى مدينة بخارى حوالي الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي، مضيفاً أن الطائرة كانت في طريقها لإجراء صيانة فنية. وأكدت هيئة الطيران أن جهود الإنقاذ بدأت على الفور وتمت السيطرة على الوضع. ويسلط الحادث الضوء مرة أخرى على مخاطر السفر الجوي في نيبال، وهي الدولة التي يشار إليها غالباً على أنها واحدة من أخطر الأماكن للطيران بسبب عوامل متعددة بما فيها تضاريسها الجبلية. وإلى الفلبين، حيث لقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم وفقد 600 ألف شخص منازلهم. وعلى الرغم من أن الإعصار لم يضرب اليابسة مباشرة، إلا أنه جلب رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في العديد من المناطق. ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية، لكن يخشى أن يكون عدد القتلى والمفقودين قد ارتفع. أخبار الرياضة مع الزميل كريم. شكرا لك سارة. مباشرة إلى الأخبار الرياضية. أضاف مايد الرضا قائد منتخب الإمارات للقوة البدنية ميدالية فضية جديدة للدولة خلال بطولة العالم الجامعية للقوة البدنية المقامة حاليا في العاصمة الإستونية تالين، وتستمر حتى 27 من يوليو الجاري. وكان منتخب الإمارات قد فاز أمس بأربع ميداليات عبر اللاعب خليفة جمال الذي أحرز ذهبيتين وفضيتين. أضاف إليها الرضا الميدالية الخامسة اليوم في وزن 74 كيلوغرام بعدما رفع وزنا قدره 173.5 كيلوغرام في البنش بريس. ويشارك منتخب الإمارات ب11 لاعبا ولاعبة في البطولة إلى جانب منتخبات 22 دولة. ينضم منتخب الإمارات الفروسية لقفز الحواجز إلى بعثة الدولة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بنسختها 33 باريس 2024 التي تنطلق غدا وتستمر حتى 11 من أغسطس المقبل، قادما من العاصمة البريطانية لندن مقر معسكره الحالي الذي يقام بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان
رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسسي الصبلات الشراع. ويتقدم الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي وفد الإمارات حاملا علم الدولة في حفل الافتتاح الرسمي الذي يقام في قلب العاصمة الفرنسية باريس لأول مرة خارج الاستادات والملاعب المغلقة. أعلن مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضات وسباقات الصقور عن انضمام 9 جهات مختلفة لعضوية الاتحاد الدولي ليرتفع عدد أعضاء الاتحاد الدولي إلى 25 اتحادا وجهة من مختلف القارات، وذلك بعد استكمالها لإجراءات اكتساب العضوية العاملة في الاتحاد واستكمالا لجهود نشر وتوسيع رقعة ممارسة الرياضة وسباقات الصقور في جميع أنحاء العالم. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضات وسباقات الصقور الذي عقد برئاسة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات وسباقات الصقور عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة سعادة راشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، إذ تمت الموافقة على طلبات عضوية الجهات بالإجماع. جدد المدافع الدولي الألماني أنطونيو رودريغر ولاءه لناديه الحالي ريال مدريد الإسبانية عن طريق تأجيل دراسته للعرض الجاد المقدم من نادي الاتحاد السعودي، وذلك لمرحلة أخرى من حياته المهنية. ويفضل أنطونيو صاحب 31 عاما مواصلة التركيز على مشواره مع ريال مدريد، حيث ينتهي عقده الحالي في يونيو 2026، حتى لو كان الراتب المقدم من النادي الاتحاد السعودي أعلى من الراتب الذي يحصل عليه من جانب النادي الملكي. وبهذا الخبر مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار من الإمارات، ونشكر لكم حسن المتابعة. بأمان الله.